بتاريخ 17 مايو من سنة 2015 اهتز سكان الحميز بالجزائر العاصمة على وقع جريمة قتل مأساوية راح ضحيتها الشاب سليمان البالغ من العمر 30 سنة متزوج وأب لثلاثة أطفال هذا بعد تعرضه لعدة طعنات خنجر من طرف عدة أشخاص قاموا بالتنكيل بجثته بعد أن أضرموا النار فيها بطريقة وحشية. ملابسات القضية حسب تصريحات أهل الضحية انطلقت بعد سوء تفاهم تحول إلى خلافات متكررة ومشاكل عائلية عميقة بين سليمان وأهل زوجته ما جعل الزوجة تغادر منزلها رفقة شقيقها دون وجود زوجها في المنزل دون أن تصطحب معها الأولاد هو ما لم تتقبله عائلة الشاب سليمان. خلينا نهضر معك ما ديهاش ما ديهاش لا عملها دابا كبير لا خدام دابا شعلي عنده 430 مليون كي نحكلو دراهم بعد العام كي نحكلو دراهم قالت لي يا بنتي ما تقعدش دوك دوك يا خويا واش تحوس هذا دوك هاد الدراري ثلاثة وبنتك تحطني لها حياتها ولا حللتها حللتها مرات رحمتها قالت لي ما تقعدش انا على جال الخبز تقعد بنتي لا 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 ابنك فالس وتري يكون فالس عليه يدير دار ويدير مرا ويدير اولاد ماشي فالس بياك ولا بس واحد في الكمايل ويخدم ويجيب الخير مخاط قالت لي لا لا تتفاهم مع بنتها وبنها هذا يقتل جا وداوها جات داتها نهار تقول لنا الراقية نهار تقول الطبيب نهار تقول كذا المهم قلت ست خمس شهور وانا عاد ما خلتنيش الريح نهار اداوها في قيوبه لك فهمتي عجبتك الهضره ايه 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 تديها وتجيبها في قيوبه ما لا انسان هذا واش نقول القوية ذوك انا والله ما فهمت قاعدتي دارتيه الباطل حلفت فيا ست مرات قالت لي نقطعو يا خلقة وش تهلك نتقطع راعيب عليك حرام عليك حللت حللت من بعد خليت ندير بنتها بدات القصة نضربة الأولى هي تخدم من اللي عطات عنه هي تخدم احنا دايرين فيها النية وهي من اللي عطاتنا انا هذا الطفلة مريضة يعني قلنا ما عليهش جابت وليدات وما عليهش ودنا ربي بيناتنا ومن بعد بدات الحالات تخدم ومن بعد بعنا السكنه تاعنا الاولى شرا براكه وليدي ومن بعد عاد تستعمرو تديها كما تحب تجيبها كما تحب غير خير على جيتو جيني على جيل هذا السوق اللي راك ديري فيه مورا راجلها تدي كما تحبي ترجعي كما تحبي وشنو هاد الحاجه اللي راك ديري تعطيها انا بنتي ديتها وليدكم او عندكم وانا بنتي راي عندي استمرت المشاكل العائلية لمدة 5 أشهر كاملة تطورت فيها الخلافات والملاسنات الى مرحلة الطلاق في بادئ الامر رفضت عائلة سليمان الفكرة ولكن مع استمرار الصراعات بين الطرفين لعدة أيام أخرى وتدخل والدة الفتاة في حياة ابنتها طلب والد الفقيد من والدتها اللجوء إلى العدالة وإنهاء الخلافات بطريقة ودية وهو ما وافقت عليه هذه الأخيرة. تدي بنتك؟ ندي بنتك ما راحش تديها؟ ندي أروح أنتيها لكن راجل يعطيها كلمة هدوك أروح أنتيها تقبلي تروحي طلبي كل يوم تجيب لي برنامج كل يوم تجيب لي فكرة من هذا النهار قلت لها يا ودي كي هذا المرأة كل يوم راك معذبتها ومعذبة روحك وش تحوشي قالت لي نحوش أطلاق أنت ما تقعدش عندكم
على جيت اللي قش بنتي على جيت اللي قش بنتي ولا كانوا راضي يعطيها كلمتها وكلمتها لي غسالة تجيري حساب من وراها. قلت لها مالا نعملوا حاجة أنا روحي اضربي برقة عند العدالة عند العدالة وجيبي لي ورقة نتاع طلاق أول كي طلقي بنتك حرام عليا حلال عليك نعطيك 10 ملايين بيني وبينك ما يسمعوا لا وليدي لا لا واحد آخر. قالت لي لا لا هذا عيب علينا هذا الشيء هذا الراجل يطلق المرأة والمرأة تطلق الراجل. في اليوم الموالي قامت والدة الزوجة باصطحابها متحججة بأوضاعها المعيشية المزرية التي تعيشها مع زوجها الغير قادر على تأمين لقمة عيشهم. رفتت قشها وراحت المهم رفت القش وراحت للقدوة راح وليدي هذا للقدوة راح وليدي هذا رماوا الوذراري أطال الوذراري قالوا خير لابو بيل اللي تعجبك رمي روح. جا عندي نسيبه كنت في دارو في الدار نسيبه كنت قال لي أسكر قلت له يا بدي خلاص ونتفاهمه ونصالحه بين قال لي أديه ولا ندبحه ونرميه داخل شكارة تحلى كوبان قلت له أنت أسكر عندك القلب ولا ما عندكش شتو ما روبون دالي والو قلت للمرأة قلت له ندوهم كملوه عندي آه. جاب باباه قال لي ندلك وكالة عليه قلت له نورمال قلت له بصح كاينه حاجه واحده لو كان ديمون دي يمه نديولها نديولها باه ما قال بعد مرور عدة أشهر طلب والد سليمان من زوجته اصطحاب حفيدهم إلى منزل والدته وذلك لتمكينها من رؤية ابنها الصغير. في تلك الأثناء تقدمت إليها شقيقتا الزوجة وقامتا بتهديدها بصريح العبارة يوم الخميس نقضوا شغالنا والجمعة نبعث لكم سليمان مقتول ومحروق. كونوا شهد يا جماعة الخير كونوا شهد يا جماعة الخير هاي بلي حلفك وقالت لي الخميس نفوق أمورنا الجمعة نحربوه ونحربوا لقلبك اللي ما حربوا ربي اللي حربوا لأبنك قدام لا يموت بنهارين احترم حيامك. قلت لها يا عجوز انا ما نكذبش عليك ما خافوا من ربي كشيت الطفل هذا اللي كان هنا درك شريت له لبسه وشريتها مصروف وقلت لها روحي اديه لامو راحت لي جمل وبنات عمها واحد العشره حد عام من فيا ما تروحش لعندهم جاوها البنات زوج بنات هدوها قالوا لها راكي احنا نهار الخميس نقضوا اشغالنا ونخرج معه يشيك محروق ونحرقوا لقلبك. رحت انا ديت وليدي هذاك سيتو مشيت لجوي وديتو قلت لك النهار تعد ميتهم علاش ما انا ديت لك سيتو ديت لك رشاتو وديتو معاه مشيت لجوي الخالته الاخرين زوج طفله وطفل كده واش حكموا حكموا من الودن قول للطفل وش يقول لك حكموا من الودن منا قال له شوف يا كي تروح لابيك قول له قال لك خارونا ارفد عجتك ارفد التليفون نعفس لك على الرقبه ونعمل لك هك بالموس. جماعه واجه منا الجمعه بربي ان شاء الله نحرق منا الجمعه ما نزيدوش بربي ان شاء الله غير نحرق. في حدود الساعة الثالثة مساء وصل شقيق طريقة سليمان المدعو نبيل إلى الحي رفقة أصدقائه الذين كانوا مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء وهناك قاموا بالترصد له وفور وصول إسلام إلى الحي اعتدوا عليه وانتزعوا منه هاتفه النقال بالقوة. بعد تمكنهم من الحصول على رقم هاتف فريستهم قاموا بدفع الشاب وغادروا المكان. Thank you.
ربي يرفد يرفد يرفد. ارفد يا رب ارفد ارفد. خويا الله يرحمه قبل ما يتوفى، الليلة قبل ما يتوفى دوش البس حوايجو جدد، عيط للصديق تاعو في الحاميز قالو يا ودي راني نجي لك تويا 12 ونص ولا نجي لك نجي لك نتلاقاو في الحاميز ونروحو. دوك وين كانوا رايحين ربي اللي عارف. تويه زوج ونص تاع العشية يجو زوج أشقاء خاوت المرأة ومعاهم ثالث يدعى أنه صديق المرحوم. داو رقم الهاتف من عند بالقوة بالخناجر و راهو هادر الشهادة هادو عند قاضي التحقيق وفي الدرك. في حدود الساعة 11:30 ليلا ترقى الشاب سليمان اتصالا هاتفيا من المدعو نبيل. هالو. هذا الأخير حدد معه موعدا في إحدى المناطق الخالية شرق العاصمة لتصفية الحسابات بينهما، وهو ما وافق عليه سليمان. شقاني في الحامز، أنا نستنى فيك في الحامز. تلقى في الحامز دوك نجيبك. أنا نستنى. زوج طايح نقول لك. لاباس. الحمد لله. أنت غير. أنا غير. قال لي لك راجل أرواح. كيفك؟ قال لي لك راجل أرواح لعندي. ولا راجل. نروح نشوف وش يسحب من عندي. نروح بابا. لا لا ما تروحش. قال لي ماكش راجل وكل ما تجيش. لا لا ما تروحش. أنا نروح ونشوف وش يسحب من عندي. لا مقادش الرجال ماكش راجل ما تروحش. أنا نروح بابا نشوف وش يسحب وش يسحب من عندي. ما تروحش. لا ما تروحش. عيط لنصيبو ناصر قالو لا راك راجل، قالو اروح ليا الحامز ونقصرو نتلاقاو باب الزوار، قالو دوك نجيك ماكاش مشكل كاع. ومن بعد موراها زاد عيطلو تيليفون تاني، عيطولو بتيليفون واحد تاني صاحبو تاع الاربعة هذايا، زاد عيطلو قالو يا ودي ارواح ما كاين حتى مشكل ولا خو راني هنا تما. ايا ما لا راح خويا كي اخويا زدت عيطلو انا خطره قلتلو ما تروحش استعيط له خطره طفى التليفون صونا طفى التليفون. خداهم عنده رقم الهاتف 11:30 تاع الليل يعيط له نسيب عيط له ميناسا الى راك راجل ودا ارواح. موراها بشويه يعيط له هذا الصديق يدعى الصديق تاعو عيط له قال له ارواح نصلح بيناتكم وما كاين والو قدامنا. المهم هو اللي دار له لامان خويا من التاريخ هذاك من الوقت هذاك ولك 12 ونص من اللي راح من منزل عند الشيخ ما بان عليه حتى خبر. ليسونس جيب ليسونس هاو انا عيط له او جاي بعد مرور عدة ساعات الشاب سليمان لم يصل بعد إلى المكان المتفق عليه، فطلب المدعو نبيل من أحد أصدقاء سليمان الاتصال به لاستدراجه. أيه بديش فينا لما انت اللي تقدر دقيل انت صاحبك تقدر دقيل ما نسيستي عليها الو واش خويا صافا صافا لاباس واش بك موسوس يا خويا ارواح ما كاين والو انت كيفاش ما تثقش فيا نتايا راني جاي دوك شويه نكون تما ارواح ما كاين والو نقصرو كيما مضاري صح راني جاي هكذا صح هاي صح انا نستناك
بعد وصول الضحية إلى أحد المناطق المعزولة في العاصمة. ألو. ألو. مساء الخير خالتي، وش راكي لاباس؟ صباح. وش راك؟ لاباس الحمد لله. فين راهو؟ ما بدش البارح في الدار. يا ريت سمعت. خرج البارح. عثماش قال 20 ولا شيء. راني مقلقة. ما ترى لي حتى خبر. اسكي سمعنا واحد الفرقونات. في اليوم الموالي من الواقعة. تلقت عائلة الضحية مكالمة هاتفية تفيد بوجود شاحنة صغيرة محروقة بالكامل، وما شكل صدمة كبيرة لديها، خصوصا أن ابنهما المتوفي خرج في ساعة متأخرة من الليل ولم يعد بعد إلى المنزل. فتأكد أفراد العائلة بأن الجثة تعود لابنهم، وما دفعهم من التقدم إلى مقر الدرك من أجل تحرير الشكوى. صارت القضية هذه قعدنا حنايا نهار جمعة للوحدة، مولفيجي للوحدة نتاع النهار، مولفيجي يفطر مولفيجي يدور علينا يقصر. سيدي ما جاش، كاين واحدة طفل في السبيطار دار تليفون لبويو، دار لبويو قالوا يا ودي رانا سمعت واحد الهربين محروق وراه مرمي قدامنا في الوادي، يسكن تما هذاك الطفل. هذا دارنا تليفون قلنا له يا راح موش هنا، قال يا ودي راني سمعت وراح الدولة الصباح لذات واحد الكاميو محروق. ما قالش فيها العبد ولا حاجة، قال لقاو كاميو محروق في الواد. قلت له مونا والله غاداك هو غاداك وليدك بالذات. الحادثة خلفت حزنا شديدا بين أهله وأصدقائه، خصوصا أن الشاب سليمان توفي غدرا وبطريقة بشعة ومن دون سابق إنذار. الحادثة هذه يعني حادثة ما نقدر قد ما تعبر عليها ما كنتش تعبر، يعني هادو ناس ما عندهم لا علاقة لا بالإنسانية لا ما عندهم حتى علاقة مع البشرية، ما عنده حتى عداوة من عدو واحد اخر، يبكي عليه كبير وصغير، ما عندوش حتى عداوة، عنده حتى لي اذيه حالتين فيه، منعوا علينا حميز نعودوا ندي خويجاتنا لوليداتنا يدي فيهم يطلع فوق البون تاع باب الزوار تاع دار بيضاء، يطلع ثم وعيط لوليد خالته يقولوا هذه امانه بلخها فيها خويج وليداتي. انا لو كان على بالنا بهكذا يا تصالحوا نروحوا له الوحده تاع الليل نروحوا له، انا ما نخليهش، انا ما نخليهش امبوسيبل، على بالي يعرف انا وش كلش بصح ما نخليهش كي على الوحده تاع الليل نروح له، على بالي باللي ما نخليهش. فين احمد جيب انا كنت نصابو فيه الدم لهيها وما باليش انا سكرها فوق عدتو شقرة عشرة الدم هذا كشوه ضربوه ربا ضربوه ابا فيه الدم لهيها ضربوه هم بعد حرقوه داخل وسمه هاو دي سيفار مفتوح هاو تشو دي شفتو سفاح هذا شنو هذا ايش هذا ايش كان خيش هنا يدخل عدلالة يدخل عدلالة أو يم. كيف الحومة؟ كيف الحومة؟ عمرك تفكر شو؟
عائلة الفقيد أرجعت دوافع وأسباب الجريمة إلى المشاكل العائلية التي كان يعيشها في بيته الزوجي في الفترة الأخيرة. جولي ديكي جولي ما صبش المرة في الدار. قال وراها هي وراها خير. قلنا له ده هم لي ده أخوها قلنا ده أخوها قبل والأخرى لحقت القش يمها وأخوها هذا هي وش نقول لك دايرتهم خاتم سيدنا سليمان يمها متأمر وهم يتبقوا يعني بديتها لك من الأولى. خويا شوف الله يرحمه رفيد الحق دار لهم الشيء اللي يحبوه دار أنه وصلوا بهم درجة أنهم الزوجة تاعو يجي يرفضوها الوقت اللي يحبوا يدوها وقت اللي يحبوا هو غايب يطالبوا الخلع طالبوا الرد طالبوا إنسان يا خويا راه مستعد وش حكم عليه القضاء نفذ. نعطيك دليل وتحبوا تستشيروا الشيء اللي رانا نقولوا تستشيروا الأستاذة اللي كانت مكلفة بقضية الطلاق تاعو أنه السيد هذا اصدر الحكم 26 اصدر الحكم خلص الإجراء كاع واش يسالوا قبل ما ترفض الأستاذة الحكم. خاطر قالت له الأستاذة حتى نرفضوا الحكم قالها لا لا أنا نصفي روحي بالمرة أنا المهم نسلك روحي مع الدنيا واحد بيسالي أنا مع ربي صافي مع الدولة صافي. أكدت عائلة سليمان أن الجريمة ارتكبها صهر ابنهم بوحشية بمساعدة شركائه حيث قام بوضع خطة محكمة لقتله ومن جر عنه الاعتداء الجبان الذي تعرض له سليمان من قبل عدة أشخاص. وديش فينا لما تلي تقدر تقول إيه الحادثة صارت في الصواشات قدام دار هو هذا اللي يقتلون هيكون هنساب خويا قتلوا التمة ضربوه الدم لي زومبلات كلش تمة اون بلوس لقيت الحوايج تاع خويا التمة قدامنا دارو السيرفات تاعو تريكو كي صبتهم انا بلغت للدارك الوطني جاو لي ريغون الاخر رفدوهم زادو دارو لونكات لي زومبلات وراحوا هما كي قتلوا التمة صابو الدم الكورتون بلاكي تاع خويا كي طاح ليه الدم جيك لي التمة الحوايج تما كلش تما يعني الضربة صارت التمة وناس اون بلوس تاني ناس يعني خارجين رايحين يصلوا الفجر تم الجامع شافوك شغل هكذا لا باكار كامل يحبس وبعد رفضوا خويا كي مات خويا وضربوه تما رفضوا ما نقول لك مات في البلاصه هذيك ما نقول لك يعني اه داروا في الكاميو وراحوا به راحوا به نقول لك واحد الان كيلو هكذا دخلوا به لوطورد من هنا دخلوا على الواد تاع الحاميس دخلوا اكيد خويا يكون مات بعد ما صار الحادثه هذه شمخوا الكاميو حاجك بالقرع تاع الشراب هم خلاوهم تما هما لي زومبلات شمخوا بالقرع تاع الشراب زادوا فتحوا التيو تاع الريزيفوار قطعوا التيو بقى يسير ليسونس شعلوه لها بالكاميو كومبلي عيطوا له هذا عناش في الليل جانا العشية دوش حفر شاري لبسة جديدة كي جوه الـ11 ونص عيطوا هذا هو صاحبه كان عنده تليفون جاره كان عنده تليفون تاع نصر تاع وليدي تاع وليدي هدوه قبضوه إلى ثمن ناس حطوا له لماس ونحوا له تليفون قالوا جيبوني وين راه نحوا له تليفون لقوا اسم وليدي عيطوا له قالوا له لك أنك راجل وتقول أنا راجل أرواح قال لهم راجل ونص نجيكم عيط له هذا صاحبه هذا تاع الربع هذا الاخر موش اللي قتلو قال له ما تخافش ثم كنتو انساب وحباب وطالقتو خلاص وعطيت لهم المناب نتاعهم اروح رانجي بينك اروح رانجي بينك اديه في القادة راح اديه العد دوك نقول لك تحاموا فيه ثلاثة ولا ربعة ولا عشرة ولا ما نكذبش على وليدي خويا الله يرحمه تقتل في بلاصة في السواشات صارت الحادثة في السواشات ونحاولوا حواجه في السواشات وكركروه وداروه في الهربين تاعو وداوه قتلوه في واد الحاميس يعني هنا انه هاد الجريمة مش جريمة تاع شخص واحد هادي جريمة تاع اشرار وعندنا المعطيات والدلائل انه تثبت انه كانت مدبرة من قبل كما صرحت الام تاعو تهديد من طرف العائلة باسكو احنا واش رانا نطالبوا انه القتل تاعو ماشي غير اللي ينفذ الجريمة من المحرض كما أن الأمر الذي حز في نفوسهم كثيرا
وأنهم لم يتمكنوا بعد من دفن الضحية، حيث أنهم لم يتحصروا بعد على جثة ابنهم رغم مرور 25 يوما عن الحادثة لعدم ظهور نتائج الأضيان بعد، وهذا بسبب وحشية الجريمة وشناعتها. احنا واش رانا نطالب؟ حاجة اللي رانا نطالبوا فيها ولحد الآن احنا حاجة اللي رانا نطالبوا من السلطات انه التعجيل في الدفن. يعني اخويا راه صارت له حادثة لو 16 وتوفى لو 16، لاديان داروها له لو 17، رانا جوسكا مثلا رانا ما عرفناش واش نديروا. يعني نطالبوا من السلطات يعني يعجلونا في الإسراء في الإجراء باش ندفنوا اخويا. يعني ما تنزل الرحمة عند ربي، السبع سماوات تنزل الرحمة تاعها. حاجة اللي راني نأكد عليها ونأكد عليها، يعني راهي مدة 16 يوم ولا 17 يوم، يعني بزاف، راني نطالبوا باش الدفن تاعو. محيط الضحية وأصدقائه يطالبون العدالة بتطبيق أقصى العقوبات في حق مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء، وإصدار عقوبات ردعية كي لا تتكرر مثل هذه الجرائم. احنا طالبين من العدالة، من ربي والعدالة، تقبض بالحق. كما حرقوه يحرقوه. هذا الخمسة نعدي ما نطلب، أنا نطلب القصاص كما حرقوه يحرقوه. هذا ما نطلب، ما نطلبش حاجة أخرى. كل ما نسخطش ما نسخطش ولدي، نسخطش وليدي كما حرق يحرق. دوافع هادو ناس ما همش نورمال. هادو أنا حاجة اللي أنا طالب فيها أنه أنا أخويا ربي يرحمه في دار الحق، ولكن طالب من الدولة انها توضع حد وتكون قصاص وتكون اجراءات ردعيه لهاد الناس باش يولوا عبره. باسكو كان ما تكونش القصاص وتاخذوا معاهم الوسمو، راح تفتح باب الاجرام والتنكيل، انه تولي لا كونكيرونس في التنكيل. باسكو هذه قتل ما يعني ما يتصوروش حتى العقل. كي تكون انت سيناريست ما تقدرش ديرو. ان شاء الله نطالبوا من العداله اللي دار يخلص. احنا القصاص كيما قتلوه كيما حرقوه كيما داروا كيف يقتلوه يحرقوه. نطلب من ربي والعدالة إن شاء الله القصاص كيما داروها يخلصوه. جميع من كان في السبة تاع الموت أخويا هذه اللي دارها يخلص القصاص إن شاء الله. للحصول على معلومات أكثر حول أسباب ودوافع الجريمة انتقلنا إلى حي المشتبه فيها، غير أن أهله رفضوا الإدلاء بأي تصريح بخصوص الجريمة النكراء. لكن ما تسرب من معلومات هو أن عائلة المشتبه فيه الرئيسية أقرت أن ابنها هو مقترف الجرم والسبب الدفاع عن النفس حسبهم، وتبقى القضية للمتابعة. انا سكرها فوق هذه التوشي قلت عشرة قدم هذا تشواح ضربوها. ما يميز هذه القضية انها جاءت بعد نزاع عائلي، يعني الضحية المتوفي هو زوج اخت القاتل الجاني، لذلك تمت عملية استدراجه من طرف هذا الشخص طبقا لما هو موجود في الملف، عملية استدراج إلى مكان معين، ثم بعد ذلك ارتكبت الجريمة بآلة حادة، ومن بعدها فيه عملية حرق للشاحنة اللي كان يقودها الضحية وبداخلها شخص المتوفي. إذن القضية هذه خذت عدة أوصاف جنائية، يعني هي جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بالاستدراج، فيها أيضا محاولة إخفاء أو طمس معالم الجريمة، فيها أيضا حرق جثة الشخص المتوفي، وفيها كثير من الجرائم الأخرى. أولا يعني فرضية أنه فيه شخص واحد وراء هذه القضية هي فرضية ممكنة، ولكن أيضا ممكن انه يكون هذا الفعل او هذه الجريمه ارتكبت من طرف عده اشخاص، وعلى الاقل بمشاركه اشخاص. يعني
القصاص لأخذ العبرة هو ما يطالب به أهل الضحية، وللقضية بقية في أعدادنا اللاحقة. إلى هنا نصل بكم إلى ختام الموسم، لكن لنا عودة بعد شهر رمضان في موسم جديد